طيب اليوم محاضرتنا عن الRDF stores. بدناش نسميها الRDF databases بس نقدر نسميها أو إذا بدكم graph databases. دايين اللي أخذوا بنعمل سمان عن graph databases اليوم بنبسطش. well واللي بتحكي عن big data اليوم بنبسط. هلا هنأخذ بعض التشالنجز وبعض السلوك. أنا عرفت المشكلة وأبعادها وصعوبتها وحنعرف إيش السلوشنز. المحاضرة تكون مسجلة على هذا الموقع. المحاضرة حنجزئها لثلاث أجزاء. أول جزء حنشوف مشكلة كويري جراف using SQL أو كيف نعمل كويري لRDF أو لجراف لSVO using أو في كلب relational database using SQL. حنتدرب ونشوف المشكلة بأبعادها. بعدين حنأخذ كمان مرة practical session. حنأخذ جراف ثاني ونتدرب عليه. بعدين حنأخذ اللي هم solutions اللي ما مبنيين solutions to store. في أكثر من نوع solution لنعمل graph databases بس أنا نحكي على relation يعني solutions اللي بتخزن الجراف كل relational model اللي بنسميها SQL based RDF stores. بارت الأول مقدمة صغيرة أو تذكير لكم إنه لما ال RDF أو الجراف في عنا نود وفي عنا نود مزبوط وهي النود في بينهم تو نودز في بينهم لينك بنسميه بريديكيت يعني هاي بنسميها لسبجكت وبريديكيت سبجكت لينك مع الاوبجكت في ايش في بريديكيت والبريديكيت لها ليبل اللي هو اسم البريديكيت ولها اتجاه بهذا الاتجاه مش بهذا الاتجاه هلا بيبقى عندي جراف زي هيك وزي ما قلنا well او مكتوب في مثلا ام 1 نيم سيكو ام 1 دايركتد باي دي 1 دي 1 نيم مايكل مور مي ام 1 اللي تبعته 2007 سواء كان مكتوب تعرفوا تحوله من ار دي اف لا سوري من جراف زي هيك ل ار دي اف وهذا بنقدر نشوفه ك نحطه في تيبل اس بي او هاي انا عندي جراف بي شوي صغير وحطيته بكال تيبل هلا هذا موجود عندكم هلا كلكم شكرا للطلاب اللي هم مين اول اثنين لؤي واحمد اللي نزل وحنين اللي حطوا لنا اياه عشان كل الطلاب خلص باخذوا بحطوا في نفس الشيء فهاي نتخيل هون نتخيل هلا انه عندنا تيبل بنسميه ار دي اف تيبل كلبه اس بي او ليه؟ طبعاً هذا شيء مختصر تعرفوا هذا يعني أصلاً بسترشها لازم تبكى URI مزبوط؟ لازم تبكى HTTP كذا 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 هالكرتون وهاي لازم تبكى URI وهي تكون URI يا لتر بس إحنا مجازاً أنا السيمبليسي تحطيناها بطريقة هاي ليه؟ طيب هلأ هون في مشكلة لما نيجي نعمل إيه يعني اللي قرأ هاي مثلاً عندنا إم واحد نعرف شو إم واحد يعني شو ام واحد خلص يعني يو ار اي دايركتد باي شيء هذا الشيء ون ابرايز ان شيء الشيء هذا اسمه اني اويرز يعني في شيء له يير 2007 له نيم اسمه سيكو له دايركتر اسمه مايكل مور سوري او له شيء النيم تبع مايكل مور الكنتري تبعته سي 1 اسم السي 1 يو اس اي ها وهو مجرد راب قال باختصار هاو دو وي كويري هاو دو وي كويري جراف شيب داتا ستورد ان ريليشنال تيبل لايك ذس يعني اعطيني كل الناس اللي اعطيني كل الاشياء اللي فازت في اشي اسمه
ستوكهولم فيستيفال، هذا مخزنهم. هل تعرفوا الجوي؟ هذا كله بيصير هذا سيف جويس، ما درسته؟ في حدا يعرف شو يعني؟ في حدا ما بيعرف شو يعني جوي في الداتا بيس؟ سيف فايسبورس. مين كمان؟ مين كمان؟ مين مش قوي؟ طيب في مش عيب يعني يحكي. مين مش قوي في الجوينز؟ متأكدين؟ طب اللي مين كمان؟ هاي صاروا ثلاثة. مين مش قوي في الجوينز؟ أربعة. يلا خمسة، يعني ثلث الصف بعرفش الجوينز. يعني هاي ضروري جدا 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 إنه إيه اليوم تعرف شو الجوينز، لأن هاي هي مشكلة المشاكل. هلا هذا الجراف باختصار، هذا البارت من هذا الجزء من المحاضرة. أول إشي What is the name؟ لو سألنا سؤال هلا عندكم الجراف طلعوا على الجراف، شو اسم دايركتور تبع دي 3؟ نروح على دي 3 ونقول شو الإشي اللي دايركتد باي What is the name of the director of D3؟ D3 D3 شو الاسم عمليا؟ شو الاسم تبع D3؟ صح؟ شو اسمه؟ نادين لبك. لو بدنا نعمل له كويلة هون كيف نعمل له؟ هذا ببلش ها؟ What is the name of director of D3؟ كيف؟ بنعمل سلك الأوبجكت، عم ندور على مين؟ from table where الاس بتساوي الاس subject D3 هاي D3 هذولا and predicate name هاي شو رجع لي؟ نادين لبك. هذا سكوت بليه ها؟ What is the name of the director of the movie M1؟ شو اسم الدايركتور تبع M1؟ نعم. هلا ها خلينا هون الداتا بيس، يلا معايا؟ نعم. شو اسم الدايركتور تبع موفي M1؟ هلا موفي M1 هي هذا مثلا M1 دايركتد باي D1، ودي وان شو اسمه؟ إلو اسم اسمه مايكل مور. طب كيف عمل هاي الكويري في الداتا بيس؟ سلكت برضو انا شو بدي؟ منين بتيجي هلا؟ الجواب بيجي من او ومن الاوت فروم تيبل تي واحد، وكمان مرة نفس التيبل سميته تي اثنين. هذا وين؟ كل وين؟ ام واحد يعني سوري الاس تساوي ام واحد والبي دايركتد باي وبدنا كمان نعمل جوين مع نفس التيبل على الاو ايكوال اس. عارفين بالضبط شو اذا بدكم شو بالضبط الجوين؟ شايفين هذا التيبل السيلف جوين انا بحكي صح، وكانك بتروحي بتطلعي هون في اشي بيطلع من 2007 السبجكت تبعه 2007 فيش، يعني هذا قصدي هذا الفاليو تبع الاوبجكت في لا هاي سيكو لا دي واحد موجود هون في طيب معناته بتجيبي هذول وكانك حطيتيهم حد هاي هذا الجول فبتكمل يعني هلا. فاحنا عمليا لما نحط جول نجيب التيبل كذا حجمه هذا مثلا 100 مترو كذا بصير لما نعمله جوين 100 طبعا الماكسيم 100 ضرب 100 وبفتح التيبل 100 ضرب 100 100 ضرب 100 جوين هو سيلف جوين هو كروس جوين يعني قصدي انه كل ريكورد بالتيبل الاول بيفرع كل الريكوردز بالتيبل الثاني وبيحط بحده يعني الورست كيس يوصل 100 ضرب 100 الرو. هلا اذا
ولا واحد بيعمل جوين، يعني هنا ولا اوبجكت موجود كسبجكت بيطلع منه، يعني هو معناته الجوين بيطلع من 100 ل 100 ضرب 100. هلا فانا عملت جوين طلعت انه هلا بيطلع الاسم الريزلت مايكل مور. هذول هيك بنعمل جوين احنا في الداتابيز، بس انتم ضروري تفهموا شو معنى الجوين اكثر من هيك. ها مكفيش الحكي اللي قلته. ها ناخذ شيء ثالث، اعطيني كل الافلام اللي عائلها دايركتور فروم ها يو اس اي. ورجع لي مش بس هيك، رجع لي كل الافلام ها والدايركتور تبعتها، كل الافلام والدايركتور تبعتها اللي الافلام هاي الدايركتور تبعتها من وين؟ من يوسف. هاتوا نسويها مانيوال، كل الافلام اللي الدايركتور تبعتها من يوسف. هاي وين الافلام؟ وكانها اللي تبلش ام واحد صح؟ هاي الافلام ام واحد ام اثنين ام ثلاث. هاي ام واحد وام اثنين الدايركتور تبعهم قديش؟ دي واحد. والدايركتور تبع ام ثلاث دي اثنين، معناته بدوخ دي واحد ودي اثنين وتطلع على الكنتري. تطلع على الكنتري دي واحد ودي اثنين، الكنتري وين موجوده؟ سي واحد. سي واحد النيم تبعه يو اس. كيف بدي اعمل الثلاث هذول؟ سيلكت السبجكت تي واحد والاوبجكت تي واحد، عشان بدور على الموفي وبدور على دايركتور تبعه. من حطيت ثلاث هون من نفس فرام نفس التابل، موفي تابل تي ام تي واحد وموفي تابل تي اثنين، يعني سميته هيك ايه الاسم. و تي واحد دوت او ايكوال تي اثنين دوت اس. شو يعني؟ يعني وكأنه جيب هذا التابل وحط هاي، يعني جيب هذول الثلاثة كولونز وحط نفس التابل حطه هون، بس حطه هون وين في مش كل شيء ما عملناش. دي واحد دي واحد دي دي اثنين بي واحد سي واحد، هذول بعون الناتج، هذول بدي احطهم هون. هلا بقدر انا بصير عندي اس، بصير عندي على فكره لما سكند جوين بصير عندي اس بي او اس بي او، هذا هذا جوين واحد. في كمان جوين بصير عندي تيبل من ست كولونز، بصير عندي تيبل من ست كولونز. هلا اس بي او اس بي او، بس على فكره الاو هاي مع الاس اللي بحدها هم ايكوال صح؟ مزبوط؟ على فكره مع الجون الثالث بصير عندي كد كولون؟ تسعه. اس بي او اس بي او اس بي او، بس قلنا كمان مره الاو مع الاس بحدها هي نفسها، والثاني الاو مع الاس برضه ما هي بحدها. كيمي هذول يعني كيمي واحد منهم، هلا هم تسعه صفوا تابل لسبعه كولونز صح؟ هلا انت على فكره فبيجي عندي بهذا الرو ام واحد دايركتد واحد دي واحد، بحد دي واحد بتحطي كل الثلاث هذول ريكوردز هذول، يعني بصير يتكرر بصير بي ام واحد دايركتد واحد دي واحد. يعني اقول لكم انت حط هون ستار عشان تشوف تصدقني، حط هون ستار سيلكت اول واعمل هاي الكويري، شوف الريزلت اللي بتطلع معك. هذا هو الجول، جرب اول مره ثاني مره وثالث مره بدون حتى ما تعمل ويف، بدون ما تعمل ويف بدون هذول ها سيلكت، عشان اللي بتتعلم الجوين سيلكت اول تحط الفرام هذول وتحط هذول اللي بيعمل لي الجوين الكرايتيريا نسميها، وتحطش هذول، شوف شو بيطلع عندك التابل، بعدين بتعمل عليه الفلترز الواقع 100.
هلا ستارك قبل شوي اللي تعلمناه هذا بسميه باث. يا محمد هذا باث كيف يعني باث؟ يعني اس بي او اس بي هيك الكويري بدها. خذ لك هالكويري هاي عبيد، خذ لك هالكويري هاي. هاي الكويري شو بتقول؟ اعطيني كل اسماء الدايركتورز اللي من لبنان اللي فازوا في جوائز، وهاي الجوائز والجوائز اللي اعطوا لي اياها. هلا بهاي الحاله مش يعني مضبوط عندنا 3 جوينز، ولكن بنسمي هاي ستار كوين. كيف؟ لانه انا شو عليه بدور؟ بدور كمان مره اعطيني كل اسماء دايركتورز فروم اللي من لبنان، من لبنان كل اسماء كل اسماء الاشياء من لبنان اللي فازوا بجوائز. يعني هاي دايركتور من وين؟ كانتري سي واحد، والسي واحد من وين؟ هاي مثلا لبنان اللي هي ايش؟ جاي سي 2. معناته اعطيني كل اسماء الدايركتورز اللي الكانتري تبعها سي 2، بيطلع عندي ايش؟ دي 3. صح؟ دي 3. طيب انا شو بدي؟ طب بدي اسمه، بدي ارجع اطول اسمه من وين؟ دي 3 اسمه من نفس التابل اللي هو بدي احط نيم وطول نادين لبك. هاي اللي بنسميها ستار كوين. تزبطش هاي على فكره، تفهموها هاي اللي تحطوا ايديكم. طيب في اي سؤال لحد الان؟ لحد الان انا ما علمتكم شيء جديد، انا بس ورجيتكم انه لو عندي هاي تقدروا تعملوا لها كوين. على فكره كنت جربوا بتحطوا شباب الداتا اللي خدتوها من وين؟ بتاعت الار دي اف تبعتكم، غير اللي بده يتعلم. مش عملنا ار دي اف عن المارك شيتس وبلش اعمل كوير، حتشوف اوه حتتعلم. على فكره على فكره بعد هذا الكورس اللي برد علي، اللي برد على مصطفى وبيعمل الكويريز كل هذول بيطلع خبير داتا بيس، لانه هذا هو لب الشغل تبع الداتابيس. يعني اللي مفكر حاله بيعرف له كم من كوماند وكذا وتفسخ بالداتابيس بوقف هون. بيعرف شو يعني اندكسنج، بيعرف شو شو بده يسوي. طيب في اي سؤال؟ تفضل. احنا هون بنخزن اليو ار اي كامل. هل نخزن اليو ار اي كامل؟ وكأنه بده وكأنه احمد شو بيساوي؟ صار يبلش شايف مشكله وكأنه صار بحلها، وكأنه قاعد بدور على حل. بقول لك ليش اخزن اليو ار اي انا بدل ما احطه كله بحط بطل حركه؟ صح هيك بهذا الاتجاه تفكيرك. نحكي فيه بالمحاضره الجايه. في اي سؤال ثاني؟ هذا يعني بدي اجل هذا النقاش، انا بديش خليكم هلا تعملوا اوبتمايزيشن عشان تسرعوا الكويري، بس منيح انكم بلشتوا تشوفوا المشكله. في اي سؤال ثاني لحد الان؟ بس الداتا اللي هون لو بدنا نشتغل ما حدا بيعرف احنا اللي عاملينها، يعني لو لقينا شخص ثاني بدون ما يكون شايف التابل وعارف شو فيها داتا ما بيعرف يطوبها لك تبقى كبيره، صح ولا لا؟ يسلم فمك. وكانها بتقول نغم يا استاذ هذا الجراف داتا مش زي السكيو ال نطلع السكيما تبعت الداتا ونعمل كويري، هذا معناته وكانه احنا لازم ندور في قلب الداتا اللي بجوز تبقى هيوج وبعدين نعمل كويري. هو دكتور هو اصلا الداتا صح، هو دكتور اصلا بلش من الداتا بيز حتى يعني اي مثلا نفوت على الاتش ار اذا ما كنتش تكنيكال وبتعرف الداتا كيف موزعه مش راح تعرف تكتب. بس لا 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 لا, لا, لا. يعني حتى هناك نو 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 هناك انت لازم تعرف سكيما تبعت الداتا مش الداتا. هون نغم شو بتقول لك؟ نغم كاتب بتقول لك لا 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 انت بدك لازم تعرف الداتا عشان تقدر تكتب لي كويس. مظبوط اوبزرفيشن ذكيه جدا، هناقش هاي القضايا بس صح 100%. هاي ولذلك طلعت مشكله. في اي سؤال ثاني؟
يعني هدف البارت الاول من المحاضره انه يخزن الجراف كالداتا بيز ويخليك تعمل كويريز مع جوينز عشان تشوف المشكله. دكتور بس انا بضيف معلومه انك بخصوص الاس كيو ال، انه في قاعده بكتاب الاس كيو ال بتحكي انه اذا انت بتكتب اس كيو ال بدون ما يطلع فيها كروس جوين، يعني داتا انت بتطلع الاوتبوت بتفهم شو القاعده بتحكي، انه عندك عدد التيبلز الويب كونديشن لازم يكون عندك مينيمال عدد التيبلز ماينس 1، يعني عندي زي الكويري اللي عندك هنا على الشاشه، عندي اربع تيبلز عشان تطلع جايينها جايين. انا بس اضافه يعني. جايين قصده يقول قصده يسبك اللي لا ستيتمنت موجوده في السلايدز عندي، يقول لك انه عدد الجونز اللي في الكويري عنده، سوري عدد الباث اللي في الكويري ايكوال عدد الجونز ناقص واحد. موجوده هذه الحكايه بعد شو هو يا بصراحه شيء رائع، يعني الثلاث اسئله هذول على الوجه. هلا في الجوين الدكتور ليش نعمل مثلا سيلكت سلك جوا سلك نفس ال الداتا بيس بتحولها انترنالي، يعني سواء كتبتها بهذه الطريقه ولا كتبت السلك وير سلك ترجع نفس النتيجه. حتى في شيء بسموه انر فيو كمان، تقدر تكتب في الفورم تكتب سلك. بس هي انت بس بتلعب على مستوى السكيو ال، بس من جوا جونز اكزاكتلي ذا سيم. يا محمد شو عندك اسئله؟ عبد حمزه مش عشان بدي اغاوز مع موظفين جامعه بن زيد، بس عشان هم نايمين وسرحين. انا فيش اسئله. طيب نوت بريك.